لا صوت يعلو بهذه الأقسام إلا بكلام الله، فالقرآن يتلى منذ الفجر إلى غاية صلاة العشاء في مخيم الحفظ المكثف الذي دأبت على تنظيمه مؤسسة النهضة بالقرآن الكريم. طالبات أتينا من عدة ولايات قاطعين مسافات كبيرة مغتنمين عطلة الصيف لحفظ كتاب الله. من داخل ولاية البليدة ومن خارجها بحمد الله تم استقبالهن في هذا المخيم الذي طيلت 12 يوما في برنامج حافل يتخلله حفظ وتلاوة وتصحيح تلاوة وأحكام تجويد القرآن الكريم. من ولاية البليدة طالبة بأكاديمية النهضة بالقرآن الكريم لولاية البليدة، وهذه مشاركتي للمرة الثانية بمخيمات النهضة للقرآن الكريم، فلله الحمد والمنة أن اصطفاني لأن أشارك مرة أخرى. من ولاية السندية مشاركة في مخيم النهضة لولاية البليدة لفرع ولاية البليدة، خاتبة لكتاب الله والحمد لله. يعني أجواء مخيم النهضة بالقرآن أجواء رائعة جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحتى فئة البراعم خصص لهن برنامج للحفظ وتصحيح الأخطاء وتعلم الأحكام. شاركت في المخيم الصيفي في ولاية البليدة لكي أحفظ القرآن الكريم وأختمه إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله وأتمنى كل المسلمين يختمون القرآن الكريم. جئت لأحفظ القرآن في ولاية البليدة للمخيم الصيفي مع أهل القرآن. أستاذة متطوعة في مخيمات النهضة بالقرآن الكريم، مشاركتي الثانية كأستاذة في مخيم النهضة بالقرآن الكريم لولاية البليدة. شاركت من قبل كإدارية في مخيمات النهضة بالقرآن الكريم وكمشاركة، حيث حفظت في مخيمات النهضة بالقرآن الكريم حوالي 20 حزبا أو أكثر. طالبات وتلميذات وحتى أستاذات متطوعات خصصنا جزءا من عطلتهن تاركين أهاليهم للتوجه في رحلة إيمانية حفظا وخدمة لكتاب الله.